وهنحاول نجيب سيادة المهندس معانا، المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات في مصر. باشمهندس جمال، مساء الخير عليك يا فندم. مساء النور على حضرتك والسادة المشاهدين. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. في البداية أنا عاوز أسألك سؤال مهم جدا، هو عليه يعني مشاكل كتير قوي. هل العربيات الكهرباء حلوة؟ هل العربيات الكهرباء وحشة؟ طب الاتجاه ايه، رايح فين؟ طب احنا لو جبنا العربية هنصينها فين؟ عاوزين رأي حضرتك في الموضوع ده. أول حاجة، هل الكهرباء حلوة ولا وحشة؟ الكهرباء طبعا مش حلوة، دي واحد، دي ممتازة. تمام. ليه؟ أول حاجة، لو أنا النهاردة عندي 23% من التلوثات اللي موجودة في الجو كلها بسبب الإيه، المركبات. المركبات يعني إيه؟ يعني العربية بتاعت حضرتك وبتاعتي والأتوبيس اللي حضرتك بتركبه والميني باص والميكروباص وحتى المركبة اللي في البحر اللي بتشتغل بالمحركات أو السفينة. بنتكلم على القطار اللي بيشتغل بالديزل، بنتكلم على الطيارة اللي بتدور بالإيه؟ بالوقود الأحفوري. كل ده بيسبب 23%، يعني ربع التلوث اللي موجود في العالم ده سببه المركبات. لما كل دول العالم المتقدم تجتمع في 21/4/2021 مع الرئيس بايدن ويقرروا ان هم 2030 هينزلوا بكل الانبعاثات الكربونية السامة بنسب تتراوح من 40 إلى 60%، وتبدأ المصانع دي اغلبها يشتغل كلها على السيارات الكهربيه. يبقى احنا هنا بيهمنا مين، او العالم المتقدم، يعني انا اسف، العالم المتقدم بيهمه مين؟ بيهمه الانسان، بيهمه الانسان الطاقه البشريه. أكيد. ليه؟ لان العالم المتقدم بيشعر ان الانسان هو اساس المجتمع. دول العالم الثالث وخلافه لا يشعروا بهذا الايه؟ بهذا الفحوى، هذه الاهميه بالنسبه للطاقه البشريه معايا. أكيد. فلذلك بتعمل هذه الدول على افتتاح العديد من الشركات محركات السيارات التي تعمل، المواتير الكهرباء التي تعمل على السيارات الايه؟ الحديثه. هنا يعني بقى السيارات العاديه هتبدا تقل في السوق بشكل كبير جدا. اللي هيظهر قدامك السيارات الكهربائيه والسيارات الهايبريد الهجينه التي تعمل بالنظام المزدوج، هو نظام البنزين مع الكهرباء، زي طيب. الدول سيستم اللي كانت اتعمل عندنا هنا قبل كده في الغاز مع البنزين. طيب، كان بدون قطع كلام حضرتك، بس كان في ناس بتشتكي احنا جبنا السياره الكهرباء بس انا مثلا باجي مسافر مش بلاقي اماكن اشحن منها، فهل ابتدينا نعدي الازمه دي؟ بص يا فندم، هو احنا هنا لو رجعت لخطاب معالي دوله رئيس الوزراء اتكلم ان احنا كدوله مصر هتضخ 3000 نقطه شحن في كل الدولة بداية من الأسكندرية إلى أسوان. تمام. فرد الرئيس بايدن قال إحنا هنحط 500,000 نقطة شحن في الولايات المتحدة. رد الرئيس تشاو بينج في الصين وقال إحنا هنحط 1,250,000 نقطة شحن في الصين. وأهم من نقاط الشحن إن أنت يبقى عندك موبايل أبلكيشن بيوضح كل أماكن الشحن ومحطات الشحن. ليه؟ عشان تبقى حضرتك رايح مشوار من النقطة A للنقطة B أو مسافر هنا أو هنا، تبقى عارف قدامك كام نقطة شحن ممكن تشحن منها. لأن أنت لو وقفت مفيش بقى زي زمان اديني زقة ولا اديني لا بق مفيش بنزين ولا بتاع، مش هينفع الكلام ده. تمام. فيبقى لازم أنت يكون عندك موبايل أبلكيشن عارف المسافة اللي أنت رايحها، عارف المحطات اللي موجودة عندك، ولازم تكون المحطات بتشتغل. هل إحنا عندنا عدد يكفي؟ لا بالطبع. يعني إيه؟ لما تيجي تقارن لازم تقارن على اعداد السيارات اللي موجوده في الدول. كل ما تزيد العربيات الكهرباء كل ما تزيد نقاط الشحن، لكن النهارده ما يكونش عندك اعداد من السيارات وانت حضرتك هتعمل نقاط شحن هيبقى ايه لازمتها؟ ملهاش يبقى لازمه. لازم الموضوع يكون عندك ايه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت لو تفتكر، لازم يكون عندك تارجت، لازم يكون عندك مستهدف، لازم تكون الدوله ليها رؤيه وليها رساله، لازم يكون عندك فريق عمل بيشتغل على الموضوع عشان يقدر يجيبه فروم اي تو زد من اوله لاخره ويدرس كل نقطه قبل ما ترمي العربيات في السوق. وبعد كده تيجي تدور العربيه دي لها وكيل؟ لا ملهاش. طب العربيه دي لها قطع غيار؟ لا ملهاش. طب مين اللي بيروح بقى بيضيع في الموضوع ده؟ العميل. ليه؟ لان العميل لما اشترى لقى تاجر طلع جاب له 15 عربيات رماهم في السوق باعهم واتكل على الله قفل. هيكون عندك وكيل، هيبقى عندي اماكن لخدمه، مراكز الخدمه، اكيد عندي منافذ لبيع قطع الغيار، هيكون عندي خدمة الايه نقاط الشحن اللي تشتغل عليها
فده هو ما يخص الموضوع الكهرباء. بتزيد عليه نقطة واحدة، ان انت تستخدم اللي هي الطرق المتجددة في ايه، في ان انت تستخدم طاقة الرياح في راس غارب والزعفرانة، ان انت تستخدم الطاقة الشمسية في بنبان عاصمة الشمس، تبدأ تولد الكهرباء من مصادر متجددة، ما تجيبش اي انبعاثات كربونية سامة تصيب الانسان وتصيب النبات، وتبقى عندك انت مشكلة كبيرة جدا بسبب الايه توليد الكهرباء وتشغله، فتطلع نفس الكمية من الغازات العادمة اللي انت تأذي بيها الانسان. ده ما يخص السيارات الكهربائية. في نهاية المداخلة بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس جمال، وكل حلقة بنستفيد من حضرتك اكتر من الاول. كل الذوق. الله يخليك يا فندم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، بننوه برضو تاني زي ما قلنا لكم، مركز صيانة اوتو كلاب سيرفيس هيستناكوا آخر جمعة في